تقول لي هذا فشل الحكومة وفشل رئيس الحكومة على التكوين، وعليش فشل رئيس الحكومة؟ لربما إذا حد يقرأ شوية من الناحية السياسية، على خاطر حتى لربما في الحزب متاعه، ما أنا متأكد كونه سي حماد الجبالي رجل وفاقي، رجل وفاق ورجل معناها يحب البلاد ورجل مسؤول ومعناها رجل دولة، ولكن لربما ما نجمش يعمل اللي يحب، على خاطر عنده مجلس الشورى يتحكم فيه، عنده رأي في القيادة بتاع الحزب بتاعه يتحكم فيه، ولا ربما معناه ما عندوش معناه الحرية المطلقة في الحزب بتاعه باش يعين وياخذ المسؤولية اللي يحب هو، لربما كان قادر باش ياخذها. وانا نقول لك توا علاش سألت انت علاش معناه المجلس الوطني التأسيسي، المجلس الوطني التأسيسي احنا قاعدين نقولوا له نقص من التشريع واخدم الدستور، خرجوا لنا الدستور هذا، خلينا نتفاهموا في الدستور ونحطوا الاليات للمرحله الانتقاليه على المؤسسات اللي ذكرتها معنا صديقتي ساميه ساعه، ولكن باش نزيدوا عليه معنا عطيني بالله باش نزيدوا عليه حاجه اخرى، كونه تو باش نزيدوا عليه كونه هو باش ينظر تو زيدوا متاخروا في الهيئه العليا المستقله للانتخابات وفي التفعيل نتاعها وعلى التسميات وكذا.